في هذا العرض سوف نفهم سبب كون الصورة الأسية للعدد المركب تعتبر مفيدة. إذن دعونا نفترض أننا نريد أن نحل المعادلة x تكعيب تساوي 1. إذن نرغب بإيجاد جميع الأعداد الحقيقية و أو المركبة في هذه المعادلة. إن هذا يعادل x تكعيب ناقص 1 يساوي 0. إذن نحن نبحث عن جميع الأعداد الحقيقية والمركبة لهذه، ويوجد طرق للقيام بهذا دون شكل استثنائي للعدد المركب. إن التقنية التي سنراها في هذا العرض يمكن أن تطبق إذا كان هذا x للقوة 5 ناقص 1 أو x للقوة 13 ناقص 1، وهي أيضا توضح لنا النماذج التي تتداخل عندما تبدأ بالنظر إلى أشياء في رسم بياني منظم. إذن لكي نقوم بهذا دعونا نفكر فيه، دعونا نفكر في التمثيل الأسي للواحد. إذن دعونا نقول z تساوي 1، وواحد عبارة عن عدد مركب، إنه عدد حقيقي. إن جميع الأعداد الحقيقية هي أيضا أعداد مركبة، إنها تقع في السطح المركب ولا تحتوي على جزء وهمي. إذن دعونا نرسم هذا على مستوى أرجاند. إذن ذلك هو المحور الحقيقي، هذا هو المحور الوهمي. وهذا هو المحور الحقيقي وهذا الوهمي. إذا أردت أن أمثل z تساوي 1 فإنه يحتوي على جزء حقيقي فقط، لذا دعوني فقط أن أرسم 1 حول ناقص 1 ناقص 1 z، تبدو هكذا، تبدو هكذا. متجه الموقع الذي يذهب إلى 1 مع 0، طريقة رؤيته هي أن هذا يساوي 1 زائد 0 i. الآن دعونا نضع هذا في صورة أسية. حسناً، إن مقداره مباشر جداً، مقدار z عبارة عن طول هذا المتجه. حسناً، ذلك يساوي القيمة المطلقة لواحد، أو أن ذلك يساوي 1. الآن ما هي القيمة المتغيرة لزد؟ ما هي الزاوية التي يكونها هذا المتجه عن طريق المحور الحقيقي الموجب؟ ما هو المحور الحقيقي الموجب؟ إنه عدد حقيقي، إذن لا توجد له زاوية، بالتالي فإن القيمة المتغيرة لزد هي 0. ربما أن هذا ليس مثيرا للاهتمام في هذه اللحظة، لقد أوجدنا أنه يمكن أن يساوي 1 يساوي 1 ضرب e للقوة 0 i، وهذا واضح، e للقوة 0، حيث 0 ضرب i يساوي 0، e للقوة 0 تساوي 1، ضرب 1 يساوي 1. ليس شيئا صعبا، لكن ما هو متقن هو أن هذه القيمة المتغيرة يمكن اعتبارها 0 راديان، أو يمكنك الذهاب حولها وتضيف 2 باي لها وتحصل على نفس النقطة. يمكنك الدوران حولها وتضيف 2 باي وتحصل على نفس النقطة. إذن القيمة المتغيرة للعدد المركب الذي لدينا أو العدد 1، وفي الحقيقة يمكنها أن تكون زاوية 2 باي أو زاوية 4 باي أو زاوية 6 باي أو زاوية 8 باي. لذا بإمكاننا أن نكتب 1، كما يمكننا أيضا أن نكتبها، لن أكتب الواحد مرة أخرى، 1 ضرب e للقوة 2 باي i، أو 1 ضرب e للقوة 4 باي i. والسبب الذي يجعله مثيرا للاهتمام هو
هو أنه في هذه المعادلة الموجودة هنا يمكن أن تكتب بعدة طرق، يمكنها أن تكتب ك x للقوة 3 تساوي 1، يمكن أن تكتب ك x للقوة 3 تساوي e للقوة 2 باي i، أو يمكنها أن تكتب ك x للقوة 3 تساوي e للقوة 4 باي i، وهذا مثير للاهتمام، إننا سنرى هذا بسرعة. دعونا نأخذ طرفي كل من هذه المعادلات ونرفعها للقوة 1 تقسيم 3 كي نجد قيمة x، إذن سنرفعها للقوة 1 تقسيم 3، سوف نفعل نفس الشيء هنا، إننا نرفع كل شيء للقوة 1 تقسيم 3 كي نجد قيمة x في كل من هذه المعادلات، نرفعهم للقوة 1 تقسيم 3، إذن هذه المعادلة الأولى تصبح x تساوي 1 للقوة 1 تقسيم 3 وتساوي 1. الآن ماذا تصبح المعادلة الثانية؟ حسناً، ستصبح x تساوي e للقوة 2 باي تقسيم e للقوة 2 باي تقسيم 3i، ومن ثم هذه المعادلة الموجودة هنا تصبح x تساوي، بكل وضوح إن 3 ضرب 1 تقسيم 3 تساوي 1، إذن تصبح، دعوني أكتب ذلك بنفس اللون الأزرق، x هنا ستساوي e للقوة 4 باي تقسيم 3i. إذن دعونا نفكر في هذا قليلاً، ما هي القيمة المتغيرة هنا؟ دعوني أكتب هذه 3 جذور مختلفة، دعوني أسميهم x1 x2 x3، إذن هذه 3 أعداد المختلفة، واحد من الجذور هو 1، إذن ذلك واضح جدا إن 1 هو واحد من الجذور التكعيبية، لكن هذه أعداد أخرى وهذه ستكون أعداد مركبة، لذا دعونا نتمعن في هذه الأعداد قليلا، ما هي القيمة المتغيرة؟ إن مقدار x2 هو 1 بكل وضوح، وهو أمام معامل e وهو 1، وقيمة x3 سوف نفعل ذلك بنفس اللون، مقدار x3 هو 1، هو أيضا 1، لكن ما هي القيمة المتغيرة لـ x2؟ ما هي فاي؟ حسنا، إنها 2 باي تقسيم 3، إذا كيف نرسم x2؟ إذا الزاوية هي 2 باي تقسيم 3، إنه من الأسهل دائما بالنسبة لي أن أتصورها بالدرجات، إذن 2 باي تقسيم 3 تساوي 360 درجة، إذن 360 تقسيم 3 تساوي 120، إذن هذا يساوي 120، سوف يبدو هكذا، إن هذه الزاوية الواقعة هنا قيمتها المتغيرة ستكون 120 درجة، وهي تعادل 2 باي تقسيم 3، وسوف يكون لها نفس الطول، دعوني أفعل هذا بنفس اللون، إذن هذه x1 أي تلك الموجودة هنا باللون الأخضر، x2 هي تلك الموجودة باللون الأرجواني هنا، وجميعهم يمتلكون نفس المقدار، إذن نحن في الحقيقة قمنا بتدوير 120 درجة، وماذا بالنسبة لـ x3؟ ما هي قيمة x3 المتغيرة؟ قيمتها المتغيرة هي 4 باي تقسيم 3، إن هذا يعادل 720 درجة تقسيم 3، إذا أردنا وضعها بالدرجات، وبذلك كم يساوي 720 تقسيم 3؟ إنه 200
وأربعين، إنه 240. إذا 240 درجة، سوف نذهب 180 درجة، ومن ثم نذهب 60 درجة أخرى. إذا سوف تكون هنا. إذا دعوني أرسمها هكذا، سوف يكون موقعها هنا. إذا هذه الزاوية الموجودة هنا هي 4 باي تقسيم 3 راديان، أي تساوي 240 درجة. ومرة أخرى لديها نفس المقدار، إذا ما قد رأيناه هنا هو أنه عندما آخذ الجذر التكعيبي لهذا العدد الحقيقي، أعتقد أنه يمكننا تسميته بالدائرة كلها، أو 360 درجة كلها، أو الاثنين باي راديان كله، وأنا أقسمه على الزاوية، أي على 3. إن هذا 1 تقسيم 3، ثم لدينا 120 درجة أخرى. وبذلك ترى النمط لموقع جميع الجذور. وإذا لم يكن هذا مرضيا بالنسبة لك بعد، فإنك تقول حسنا، تعلم أنك قلت بأنك ستجد الجذور المركبة، أو كما تعلم إن هذا يصبح عددا مركبا. في الواقع أنا أريده أن يكون بصورة A زائد BI. يمكننا بكل سهولة أن نجد هذا عن طريق هذا الموجود هنا. إذا X2 ستساوي 2 باي تقسيم 3 زائد اي جيب 2 باي تقسيم 3. وإذا نظرت إلى هذا يمكننا أن نجد قيمة تلك الأشياء، تلك الزاوية الموجودة هنا. إذا كانت هذه الزاوية الموجودة هنا هي 60 درجة، أو مهما كانت، لأن هذه قياسها 30 درجة، وهذه أي وتر المثلث أو الطول هو 1، بالتالي فإن هذا يساوي الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 2. ومن ثم إن هذه المسافة الموجودة هنا هي ناقص 1 تقسيم 2. إذا X2 سيساوي جيب 2 باي تقسيم 3، هو ناقص 1 تقسيم 2، زائد اي جيب 2 باي تقسيم 3، والذي يساوي الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 2 اي. إذا ذلك هو X2. ويمكننا أن نفعل نفس الشيء بالنسبة لـ X3. إن X3 سيساوي قيمة X له، أو يجب أن أقول أن قيمته الحقيقية ستكون نفس الشيء، أي ستكون ناقص 1 تقسيم 2، ومن ثم Y أو قيمته الوهمية. إذن هذه الزاوية الموجودة هنا إنها من المحور الحقيقي السالب نزولاً إلى المتجه الحقيقي، وستكون سالب 60 درجة. إذن هذا الارتفاع الموجود هنا سيكون الجذر التربيعي السالب لثلاثة تقسيم 2. إذن هو ناقص 1 تقسيم 2 ناقص الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 2 آي. إذن باستخدام هذه التقنية نكون قادرين على إيجاد الجذور الثلاثة المركبة للواحد. هذا واحد منهم، وهذا واحد آخر، وبالطبع الواحد هو كذلك واحد منهم. أين فعلنا ذلك؟ الواحد واحد منهم كذلك. وبإمكانك استخدام نفس التقنية إذا أردت إيجاد الجذر الرابع. سوف نأخذ 300 أو 2 باي راديان 360 درجة، ونقسمه على 4، وبذلك يكون عبارة عن هذا، سيكون آي، وسيكون ناقص 1، وسيكون ناقص آي. ونحن نعلم أنه إذا رفعنا آي للقوة 4 سنحصل على 1، إذا أخذت ناقص آي للقوة 4 فستحصل على 1، وإذا أخذت ناقص 1 للقوة 4 تحصل على 1، وإذا أخذت 1 للقوة 4 تحصل على 1.
إذن بإمكانك إيجاد الجدر الثامن للواحد باستخدام هذه التقنية. الآن السؤال الذي ربما سيخطر ببالكم هو: لماذا توقفت على إي للقوة 4 باي آي؟ لماذا لم أستمر وأقول: حسناً، هذا يساوي إي للقوة 6 باي آي، وأبحث عن جذر آخر؟ ولذلك إذا فعلت هذا، إذا قلت إكس للقوة 3، دعونا نفترض أنني أردت إيجاد الجذر الرابع هنا، فإن إكس تكعيب تساوي إي للقوة 6 باي آي، وأرفع طرفي هذه المعادلة للقوة 1 تقسيم 3، لذا أحصل على إكس تساوي إي للقوة 2 باي آي. سوف أحصل على إي للقوة 2 باي آي. حسنا، ما هو إي للقوة 2 باي آي؟ إي للقوة 2 باي آي يعيدنا إلى الواحد. إذن عندما أضفت إي للقوة 2 باي مرة أخرى، فقد أعادنا إلى هذا الجذر مرة أخرى. وإذا رفعت إي للقوة 6 باي، إذا رفعت إي للقوة 8 باي، سوف أحصل على هذا الجذر مرة أخرى. إذن سوف تحصل على 3 جذور فقط إذا كنت تجد الجذر الثالث لشيء ما. وأي شيء ما عدا ذلك يصبح زائد عن الحاجة. إلى اللقاء.